السلام عليكم طلابنا الأعزاء، معكم معلمي هالة محاجني. اليوم رح نتعلم موضوع المسائل القصوى بالرياضيات بالنموذج 382. درسنا اليوم رح نتعمق عن المسائل القصوى وتحديدا بموضوع الدوال. مثل ما انتم بتعرفوا انه موضوع المسائل القصوى بهذا النموذج عنا بالأعداد بالدوال وأشكال هندسية. احنا بهذا الدرس رح نتعمق أكثر إشي بالدوال. بدنا نحكي بالأول عن خطة العمل اللي بنستخدمها لأجل حل أي سؤال مسائل قصوى أو أسئلة المسائل القصوى. أول إشي بنعمله بنقرأ المسألة وبنفهمها 100%، بعدين منعرف عن المتغير بدلالة باقي، منعبر عن كل المتغيرات الموجودة بقلب السؤال بدلالة متغير واحد. الشغلة الثالثة كتابة دالة ملائمة، دالة الهدف، بنكتب دالة الهدف. الرابعة بنشتقها، بنلاقي نقاط قصوى، بنشتق الدالة وبنعملها تساوي صفر. والشغلة الخامسة بنفحص إجابتنا إذا صح ولا غلط. خلال الشرح رح أبين لكم بالضبط كيف بتم الإشي بالتفصيل الممل. رح أبدأ هيك بسؤال. في عندي السؤال اللي بيصف الرسم الذي أمامك، الرسم البياني للدالة F X يساوي X زائد نص ضرب 1 على X زائد 5. هي الدالة مرسومة عندكم، هذا موعد ب 2014 نموذج 803. من جهة اليسار من تحت موجود عندكم الرسم. في عندي نقطة K اللي بتقع على الرسم البياني للدالة، مرروا عمودين من نقطة K، عمود على المحور X، عمود على المحور Y زي ما انتم شايفين هون. هذا عمود وهذا عمود، بحيث تكون عنا مستطيل. فعلا هي تتكون عنا مستطيل. بده يعني أعبر عن طول ضلعي المستطيل AK وK B بدلالة الإحداثي X للنقطة K. كيف ممكن أعبر عن AK وK B بدلالة إحداثي X للنقطة B؟ تعالوا نجرب كيف ممكن نعوض، كيف ممكن نعبر. أول إشي هاي النقطة K، الK شو ممكن أسميها؟ بما إنها تقع على الدالة بقدر أروح أسميها X، أحطه X، والواي هو نفس الواي تبع الدالة. ليش؟ لأنه هي تقع على الدالة، فالواي تبعها هو X زائد نص ضرب 1 على X زائد 5. حلو. هلأ انتبهوا للبي، البي الكي بي معامد للمحور واي، للمحور X، معناها الX تبع النقطة B هو X نفس الX تبع الكي، والواي صفر لأنها تقع على المحور X. طب الـ A كيف بقدر إني أروح ألقاها؟ الـ A إحداثيات الـ X تبعها هو صفر. طب كيف بقدر ألاقي الـ Y؟ انتبهوا إنه الـ A K إلهن نفس الـ Y، معناها الـ Y تبعها هو X زائد نص ضرب 1 على X زائد 5. طبعاً والنقطة O اللي هي صفر صفر، أصل المحاور. قديش طول الـ OX؟ من الـ OB قداش طولها؟ من الصفر صفر للـ X صفر طولها X. وقداش طول الـ KB؟ انتبهوا انه الإكسات زي بعض، فإحنا منطلعش على الإكسات، منطلع على الوايات، لأنه إحنا على محور Y. إحنا هون عمليا بدنا الطول من محور Y، فالـ X زائد نص ضرب 1 على X زائد 5 ناقص الصفر، يعني X زائد نص ضرب 1 على X زائد 5، هيك احنا بنكون لقينا طول الـ KB. شوفوا السؤال باء شو بحكي لي. باء بحكي لي ماذا يجب أن يكون الإحداثي X للنقطة K حيث يكون محيط المستطيل أصغر ما يمكن. أنا بدي هنا بدي هذا محيطه لهذا المستطيل يكون أكبر ما يمكن، أصغر ما يمكن. شو يعني إنه محيط المستطيل أصغر ما يمكن؟ النقطة K موجودة على هذا المستطيل. انتبهوا هون أنا حطيت من الجيوجبرا إشي اللي يقدر يفهمكم إياه بالضبط. تعالوا نشوفه مع بعض، نشاهده. هون انتو شايفين عن الشاكي في اللي قدامكم. اوكي، فهون حبايبي في عندي نقطة اللي هي نقطة K. انا بدي المستطيل ها AK، هي بدي اعلم لكم اياه. هذا المستطيل انا بدي هذا المستطيل تكون محيطه اكبر ما يمكن. هاي النقطة واقعة على الدالة، يعني ممكن يكون المستطيل هيك 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 هيك.
أنا بدي مستطيل اللي أكبر ما يمكن، بدي مستطيل اللي تكون مساء محيطه أكبر ما يمكن. ترش يعني محيط؟ محيط يعني مجموع الأضلاع الخارجية. فأنا بدي محيط وهذا المستطيل يكون أكبر ما يمكن، بدي ألاقي الإكس اللي المحيط بيكون أكبر ما يمكن. انتبهوا إنه هاي النقطة ممكن تكون أي نقطة تقع على الدالة، أي نقطة على الدالة. يعني هاي الحالة مثلاً، هاي الحالة مثلاً مش موجودة لأنه الكي ليست وقع على الدالة. أنا بدي دال كي اللي تقع على الدالة، هاي كي تقع على الدالة. أنا بدي وينتا المحيط بصل بيكون أكبر ما يمكن. أوكي؟ فلو طلعوا إذا مننتبه هون، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، طلعوا كيف المحيط بتغير. المحيط مكتوب عندكم من تحت، مكتوب هي كيف عمل بين هون مثلا إسا 14.1 15.2 طلعوا 23.4. أنا بدي وينتا وينتا لحديت وينتا الإكس اللي بحقق لي أكبر محيط ممكن بالسؤال تبعنا. أوكي؟ أوكي. فبرجع احنا شو عملنا هون، لقينا اطوال الاضلاع تبعت المستطيل. اوكي لقينا الاطوال. اسا ماذا يجب ان يكون لاحداثي اكس للنقطه كي حتى يكون محيط المستطيل؟ بدي محيط هذا المستطيل يكون اكبر ما يمكن، اصغر ما يمكن. شو يعني محيط المستطيل؟ شو يعني محيط مستطيل معلمتي؟ كيف بقدر اني الاقي محيط المستطيل هنا؟ محيط المستطيل هو مجموع الاضلاع. انا لقيت انه عندي انا مستطيل عمليا هون، لقيت انه هاي اكس، هاي اكس زائد نص ضرب واحد على اكس زائد خمسة، معناها هاي قديش طولها كمان؟ هاي كمان طولها اكس، لانه بالمستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين. وهاي كمان قديش؟ اكس زائد نص ضرب واحد على اكس زائد خمسة. فمعناها شو محيطه لهذا المستطيل؟ شو دالة الهدف تبعتنا؟ دالة الهدف تبعتنا هي محيط المستطيل. طب شو هو محيط المستطيل؟ مرتين اكس ومرتين اكس زائد نص ضرب واحد على اكس زائد خمسة. اوكي؟ مرتين اكس ومرتين مرتين طول زائد مرتين العرض. اسا قبل ما ان نروح نشتقها، بعد ما لقينا دالة الهدف، قبل ما نروح نشتقها بنروح بنرتب الدالة قديش بنقدر. رتبوها للدالة، شو يعني ترتبوها؟ يعني في عندكم اقواس تضربوا ببعض، يعني 2 ضرب اكس بدي اضرب 2 ضرب نص ضرب 1 على اكس و2 ضرب 5. تعالوا شوي شوي نعملها سوا. عندي 2 اكس، حطينا 2 اكس هاي حطيناها، هاي ما فيش شيء اعمله فيها. اسا 2 ضرب اكس 2 اكس، 2 ضرب نص 1 يعني بضل 1 على اكس، 2 ضرب 5 10. اصبحت دالة الهدف 2 اكس زائد 2 اكس زائد 1 على اكس زائد 10. ببلشش اشتاق دالة الهدف، بتبسطوها للاخر. يعني في عندي 2 اكس زائد 2 اكس، روحوا اجمعوهن بتصير 4 اكس، 4 اكس زائد 1 على اكس زائد 10. اسا بقدر اني اقول انه انا في عندي دالة الهدف. إسا عندي دالة الهدف، طلعت 4x زائد 1 على x زائد 10 دالة الهدف. طب كيف بدي أكمل بعد ما لقيت دالة الهدف؟ الشغلة اللي وراها منروح منعمل المشتقة. ليش منعمل المشتقة؟ نعمل مشتقة تساوي صفر عشان ألاقي النقطة الx اللي بيحقق لي أصغر محيط ممكن. فعندي هون f x. اوكي هذا اف الاكس، افتاج الاكس، يلا نشتقها. شو مشتقة الاربعة اكس؟ اربعة. شو مشتقة الواحد على اكس؟ تعالوا اذكركم السي على اكس مشتقتها ناقص سي على اكس تربيع. يعني الواحد على اكس مشتقتها ناقص واحد على اكس تربيع. شو مشتقة العشرة؟ صفر. معناها المشتقة هي 4 ناقص 1 على اكس تربيع، هاي هي المشتقة. لقينا المشتقة، كيف منكمل؟ بعد ما نلاقي المشتقة، بعد ما نلاقي المشتقة بنعمل المشتقة تساوي صفر، يعني 4 ناقص 1 على اكس تربيع تساوي صفر. ونقلوا هاي إلى الطرف الآخر، 4 يساوي 1 على اكس تربيع، بنضرب ضرب تبادلي، يعني 4 اكس تربيع يساوي 1
عايش نقسم على أربعة الطرفين بيطلع إكس تربيع يساوي ربع، بنعمل جذر بيطلع الإكس يساوي زائد ناقص نص. ولكن إحنا بأي جهة؟ بأي جهة إحنا؟ انتبهوا إنه إحنا بالجهة بالربع الأول. إذا إحنا بالربع الأول معناها الإكس شو لازم يكون؟ لازم يكون موجب، لازم الإكس يكون موجب. حلو، معناها منلغي الإكس يساوي ناقص نص وبضل معنا بس الإكس يساوي نص. حلو، طلع عنا الإكس يساوي نص. طب كيف بدي أثبت أنا إنه ده جواب صح ولا غلط؟ شو بعمل؟ بروح بعوض بالمشتقة، هاي المشتقة تبعيتنا، بعوض عدد أصغر من النص عدد أكبر من النص وين؟ بالمشتقة، كثير مهم بالمشتقة. بعوض عدد أصغر من النص مثلا ربع، أربعة ناقص واحد على ربع بيطلع الجواب ناقص، وبعوض بالمشتقة كمان مرة، بعوض عدد أكبر من نص مثلا واحد بيطلع الجواب موجب، أربعة ناقص واحد على واحد تربيع بيطلع ثلاثة بيطلع موجب. معناها قبل النص الدالة نازلة وبعد النص الدالة طالعة، معناها تصاعدية، معناها الإكس يساوي نص يحقق المينيموم. وهيك منكون لقينا الإكس زي ما طلب منا بالسؤال، الإكس الذي يحقق أصغر محيط ممكن. قبل ما أنتقل للسؤال اللي وراء بدي أسألكوا سؤال، لو طلب مني ما هو هذا المحيط الأصغر ما يمكن، ما هو هذا المحيط الأصغر ما يمكن، شو بعمل؟ برجع للدالة الأصلية وبعوض، هي الدالة الأصلية، وبعوض بدل الإكس نص، يعني أربعة ضرب نص زائد واحد على نص زائد عشرة، بحسب على الحاسبة وبيطلع لنا الجواب. مفهوم حبايبي لهون؟ يوفي، بتوقع انه بصير. اذا بننتقل لكمان سؤال، طلع السؤال التالي، معطى الدالة خمسة ناقص جذر الاكس من النقطة A التي تقع على الرسم البياني للدالة بالربع الاول انزلوا عمودين على المحورين بحيث تكون مستطيل، كمان مرة هون كمان تكون مستطيل اللي هو ABOC كما هو موصوف في الرسم، وبأكد لي انه النقطة A هي نقطة اصل المحاور. ألف واحد بسألني بيقول لي عبر بدلالة X عن محيط المستطيل، بده اياني اروح الاقي X، بده اياني الاقي X بدلال المحيط بدلالة X. كالعادة خطة العمل، أول إشي بنقرأ المسألة وبنفهمها 100%. ثاني شغلة بنعرف المتغيرات، المتغير جميع المتغيرات بدلالة متغير واحد. ثالث شغلة بنكتب دالة الهدف. رابع شغلة بنلاقي النقاط القصوى. وخامس شغلة بنفحص إجابتنا. إذا ما فهمتوش السؤال من أول مرة بترجعوا بتقرأوه كمان مرة. كثير مهم تفهموا شو المطلوب بالسؤال. يعني هون المطلوب مني بالسؤال اني اعبر بدلالة X عن محيط المستطيل ABOC. كيف بقدر رح اعبر؟ انا عندي النقطة O انا بعرفها اللي هي صفر صفر، عندي ال B اللي هي X صفر. ليش X صفر؟ لانه ال B وال A شو في إلهم؟ بما انه ال AB القطعة AB تعامد المحور X، فال A B النقطتين ال A وال B لهما نفس ال X، ولكن ال B Y صفر لأنها تقع على محور X. طيب إسا ال C، انتبهوا إنه ال C وال A إلهن نفس ال Y، إلهن نفس ال Y، خمسة ناقص جذر ال X. ليش؟ لأنه القطعة A C توازي المحور X أو تعامد المحور واي، الثنتين يعني كيف تحكوها بيطلع مظبوط. هلا الواي تبع السي قديش؟ صفر، ليه؟ لأنها تقع على المحور واي، معناها الإكس صفر. هيك منكون حددنا النقاط. بعد ما حددنا النقاط، إسا بدنا نروح نلاقي أطوال الأضلاع.
كيف ممكن نلاقي أطوال الأضلاع؟ تعالوا جربوا لاقوا الأبي. يلا نلاقي الأبي. كيف منلاقي الأبي؟ الإكس زي الإكس. حلو، فيش داعي نطلع على الإكسات، منطلع على الوايات لأنه أنا بدي الطول. فخمسة ناقص جذر الإكس ناقص صفر بيطلع خمسة ناقص جذر الإكس. تعالوا نشوف العرض من هون لهون قد ايه؟ من الصفر صفر للإكس صفر قد ايه؟ إكس. لقينا العرض وهي لقينا الطول، لقينا الطول والعرض. الطول طلع عنا خمسة ناقص جذر الإكس والعرض طلع معي إكس. معناها شو هو محيط المستطيل؟ إذا هاي إكس القطعة معناها أيضا هاي إكس. إذا هاي القطعة خمسة ناقص جذر الإكس معناها هاي القطعة أيضا خمسة ناقص جذر الإكس. معناها شو محيط المستطيل؟ مرتين إكس ومرتين خمسة ناقص جذر الإكس. هيك بنكون عبرنا عن المحيط المستطيل بدلالة إكس. هلا إذا بدنا نبسطها بيكون أفضل وأفضل. يعني 2 ضرب إكس 2 إكس، 2 ضرب 5 10، 2 ضرب ناقص جذر الإكس ناقص 2 جذر الإكس. فالمحيط هو 2 إكس ناقص 10 ناقص 2 جذر الإكس. هذا هو المحيط. إسا بسألني جد الإحداثي إكس للنقطة التي بالنسبة لها، النقطة A التي بالنسبة له محيط المستطيل A B O C هو أصغر ما يمكن. يعني أنا شو دالة الهدف تبعيتي هون؟ دالة الهدف تبعيتي هون هي محيط المستطيل. دالة الهدف هي محيط المستطيل. شو بدي تكون؟ بدي تكون مينيموم. شو يعني مينيموم؟ يعني أصغر ما يمكن. إحنا لقينا إنه محيط المستطيل هي 2x زائد 10 ناقص 2 جذر x، هيها بالشكل اللي قابله 2x زائد 10 ناقص 2 جذر x. فهي هي دالة الهدف. بعد ما نلاقي دالة الهدف شو بدنا نساوي؟ بدنا نعمل المشتقة تساوي صفر. كمان مرة نعمل المشتقة تساوي صفر. تعالوا نفكر سوا، شو مشتقة 2؟ 2x شو مشتقتها؟ صفر. شو مشتقة 10؟ آسفة، مشتقة 2x 2. مشتقة 10 صفر. مشتقة 2 جذر x، تعالوا أعطيكم قانون، c جذر x مشتقتها c على 2 جذر x. أوكي، اتذكروا دائما يعني 2 جذر الإكس مشتقتها 2 على 2 جذر الإكس. بتقدروا تختزلوا 2 مع 2 يعني بضل 1 على جذر الإكس. أوكي، أصبحت شو المشتقة؟ أصبحت 2 زائد 0 ناقص 1 على جذر الإكس. أي أفتاج الإكس تساوي 2 ناقص 1 على جذر الإكس. شو بدي منكم إسا؟ بدي في عندي إسا هفسكا، بدي منكو إنكو تحلوا تعملوا، لقينا المشتقة بدكو تعملوا المشتقة تساوي صفر، تلاقوا لي قيمة الإكس وتفحصوا بالهفسكا. هفسكا وراجعين.
مرحبا طلابي، هيك منكون رجعنا بعد الهفسكة. آخر إشي عملناه هو إنه كتبنا المشتقة تبعت الدالة إذا أنتوا ذكرين، وطلبت منكم قلت لكم لاقوا قيمة الـ X وافحصوا. طبعا هيك المشتقة طلعت عنا واختزلنا 2 مع 2، قلنا بنفع إنه نختزلها، بنفع كمان تخلوها مثل ما هي وما تختزلوهاش. بكل حال بتنقلوا للطرف الآخر وبتضربوا ضرب تبادلي، فبيطلع عنا قيمة الـ X نص، بيطلع جذر الاكس يساوي نص. اذا جذر الاكس طلع نص كيف بدي اقيم الجذر؟ بربع الطرفين فبيطلع الاكس يساوي ربع. لقينا الاكس، كيف بدنا بدنا نفحص هل هي فعلا جوابنا صحيح ولا غلط. احنا بدنا انها تكون مينيموم، فشو بنعمل؟ بنروح على المشتقة، هي هالمشتقة، بنختار عدد اصغر من ربع، بنختار عدد اكبر من ربع، ونعوض بالمشتقة. كثير مهم انه منعوض بالمشتقة، احنا بدنا نعرف اشارة المشتقة، لانه اذا المشتقة طلعت اشارتها موجبة معناها الدالة تصاعدية، اذا المشتقة طلعت اشارتها سالبة معناها الدالة تنازلية. فلذلك بنختار مثلا عدد اكبر من ربع، مثلا 9 واي تاج، او مثلا 1 بينفع برضو، الواحد اي عدد اكبر من ربع بينفع. 2 ناقص 2 على 2 جذر الواحد، جذر الواحد 1، فواي تاج الواحد تساوي 2 ناقص 2 على 2. قديش 2 على 2؟ 1. يعني واي تاج الواحد تطلع 2 ناقص 1 يعني 1. شو يعني 1؟ يعني موجب. اذا المشتقة طلعت موجبة معناها الدالة تصاعدية. بنفس الطريقة حبايبي بتاخذوا عدد اصغر من ربع، اوكي اصغر من ربع 9 مثلا، خمس، سدس، هذول كلياتهم اصغر من ربع، بتعوضوه بالمشتقه واي تاج الخمس مثلا. اذا بتعوضوها بالمشتقه على الحاسبه هون تساعدوا بالحاسبه، كثير بتساعدكم الحاسبه، فبيطلع الجواب سالب. اوكي بيطلع الجواب سالب، معناها المشتقه سالبه قبل لكل اكس اصغر من ربع. إذا المشتقة سالبي معناها الدالة تنازلية، إذا في عندي أنا نقطة اللي الدالة قبلها تنازلية وبعدها تصاعدية معناها مينيموم. هيك بنكون فحصنا إنه هو طلب مني أصغر ما يمكن، إذا فحصنا طلع جوابنا طلع إنه الإكس هذا بحقق أصغر مساحة محيط ممكن. بعدين ما لقينا الإكس بسألني بالنسبة للإحداثي إكس الذي وجدته، الإكس الذي وجدته يعني الإكس يساوي ربع. في البند الفرعي ألف 2 جد محيط المستطيل، كيف بقدر ألاقي محيط المستطيل؟ أف الإكس اللي إحنا كتبناها بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن محيط المستطيل، فبقدر أروح أرجع لأف الإكس وأعوض بدل الإكس ربع تماماً الإكس اللي لقيته، فبتصير 2 ضرب ربع زائد 10 ناقص 2 جذر الربع. أوكي؟ فبيطلع الجواب 9.5، وهيك منكون لقينا محيط هذا المستطيل بالنسبة للإكس اللي لقيناه. ناخذ كمان سؤال مختلف شوي بالدوال، لكنه مختلف شوي عن الأسئلة اللي أخذناها. السؤال الأول اللي أخذناه، أخذنا سؤال اللي هو بالدوال اللي كان نسبي، إذا ذكرينه فيه نص ضرب 1 على إكس، إكس زائد نص ضرب 1 على x زائد 5. السؤال الثاني اللي اخذناه كان فيه جذر 5 ناقص جذر الاكس الدالة. اسا بدي اخذ سؤال اللي فيه دالتين، فيه دالتين، انتبهوا، الرسم الذي امامك يصف رسمين بيانيين معادلتهما y يساوي x و y يساوي جذر الاكس. طب اسالكم سؤال، كيف تقدروا تميزوا انو واحد لواي يساوي اكس وانو واحد لواي يساوي جذر الاكس؟ تعالوا نفكر سوا، مع انه هون هو حكي لنا، تعالوا شوفوا هون هو حكي لنا، بيقول النقطه A تقع على الرسم البياني الثاني، A تقع على الرسم لا مش حكي لنا هون، مجبورين احنا نميز، A تقع على الرسم البياني الثاني والنقطه B تقع على الرسم البياني الاول، بحيث ان القطعه AB موازيه للمحور واي، نقطتان A و B تقعان على نقطتي تقاطع الرسمين البيانيين كما هو موصوف في الرسم. جد الإحداثي X للنقطة A التي بالنسبة له طول القطعة AB هو أكبر ما يمكن، وB
بيقول لي احسب اكبر طول ممكن للقطعة AB. هلأ اول سؤال انا سألته هيك قدامكم وفكرت بصوت عالي، قلت كيف ممكن اننا نروح نلائم الدوال للرسوم البيانية المعطاة. يعني معطى عندي الرسم البياني واي يساوي اكس، هون هم لائم لي، هي قايل لي انه هاي الاولى وقايل لي انه هاي الثانية، مزبوط انا فكرت مزبوط بالبداية انه هم لائم لي، بس لو ما كانش ملائم لي كيف بقدر اروح اعرف؟ انتبهوا انه الاولى هي واي يساوي اكس، يعني دالة خطية، اني الاولى او الثانية هي دالة خطية الاولى حسب الرسم. فمن هون بنقدر احنا نعرف كيف نلائم الاولى او الثانية هي دالة خطية. مفهوم كيف رحت هيك لقمت؟ رحت اطلعت اني رسمي من الرسوم البيانية التالية هي دالة خطية، ما هي الدالة الخطية ما فيش فيها انعواجات، الدالة الخطية تصاعدية تنازلية ثابتة، اني من هذول دالة خطية من الرسم البياني المعطى هي الدالة رقم واحد، معناها الرقم واحد هي واي يساوي اكس. هاي فيما لو ما اعطناش، بس هون بالصدفة هو معطينا يعني عشان تكونوا فاهمين. طيب اوكي، اذا بيقول لي جد احداثيات الاكس الذي بالنسبه له طول القطعه اي بي هو اكبر ما يمكن. تعالوا اول شيء نحدد النقاط، هاي النقطه A اللي هي اكس جذر الاكس، ليه؟ لانها تقع على واي يساوي جذر الاكس. اوكي تقع على واي يساوي جذر الاكس، فالواي اذا الاكس تبعها اكس معناها الواي تبعها هو جذر الاكس. اما النقطه B فهي اكس، ينتبه تقع واي يساوي اكس معناها الواي يساوي اكس ايضا. الاي بي اله نفس الاكس من منطلق انه الاي بي توازي المحور واي، فاله نفس الاكس، فلذلك حطيت لهن الثنتين نفس الاكسات. كمان مره بدي اعيد الشرح هون، النقطه اي اكسها سميته اكس، بما انه هي تقع على الداله واي يساوي جذر الاكس معناها الواي تبعها جذر الاكس، فأصبحت النقطة X جذر الـ X. النقطة B تقع على المستقيم Y يساوي X، فلذلك الـ Y تبعها X والـ X تبعها نفس الـ X تبع النقطة A، لأنه القطعة AB توازي المحور Y. حلو، معناها شو طول القطعة AB؟ قديش طول القطعة AB هون؟ كيف بنقدر نلاقي طول القطعة AB؟ هاي X جذر الـ X وهي اكس اكس. احنا هون لما نلاقي طول قطعة اي بي، بما انه الاي بي توازي المحور واي، توازي المحور واي، فلذلك توازي المحور واي، فلذلك الاكسات بنطلعش عليهم، نطلع بس على الاكسات على الوايات. فبناخذ الواي الكبير الفوقاني على الواي اللي تحتيه، يعني جذر الاكس ناقص الواي اللي تحتيه، يعني جذر الاكس ناقص الاكس. اوكي كمان مرة هون نشرحها، x x و x جذر ال x. انتبهوا انه احنا نوازي المحور y، الاكسات ما بنطلع عليهن، الاكسات ما بنطلع عليهن، نطلع على الوايات، ناخذ الواي الكبير ناقص الواي الصغير، الواي الاعلى الاكبر ناقص الواي الاوطى الا انه هو اصغر، لانه انتوا كل ما طلعتوا لفوق على محور y بيكبر العدد، فلذلك بناخذ الواي الاعلى اللي هو الاكبر ناقص واي الاوطى اللي هو اللي اصغر، يعني جذر الاكس ناقص اكس. هيك بنكون عبرنا عن طول القطعه اي بي. طبعا بعد ما لقينا طول القطعه اي بي، امر بديهي انه شو بدنا نعمل؟ بدنا نشتقها. لقينا اف الاكس، لقينا الدالة، برجع بكرر هون انه الدالة بقدر اسميها اس، بقدر اسميها اس اكس، دي اكس، اف اكس، اتش اكس. تستغربوش انه انا هون سميتها دي الاي بي، يعني طول الاي بي. يلا نشتقها، شو مشتقة جذر الاكس؟ ناقص واحد على اثنين جذر الاكس. اوكي واحد على اثنين جذر الاكس، وشو مشتقة الاكس لحالها؟ واحد، فلذلك المشتقة هي واحد على اثنين جذر الاكس ناقص واحد. اسا بنعمل المشتقة تساوي صفر، منودي الناقص واحد للطرف الاخر، بتصير واحد على اثنين جذر الاكس تساوي واحد. اضربوا حبايبي ضرب تبادلي، واحد ضرب واحد واثنين جذر الاكس ض
ضرب واحد او بتضرب الطرفين باثنين جذر الاكس نفس الشيء يعني. فبيطلع اثنين جذر الاكس سوى واحد، اقسم الطرفين على اثنين بيطلع نص، ربع الطرفين بيطلع الاكس يساوي ربع. كيف بقدر اتاكد هون انه هون ماكسيموم هذا الاكس بيعطينا ماكسيموم؟ عن طريق الجدول. اوكي عن طريق الجدول. اسا لقينا الاكس هون، بتقدر او تعملوا المحور 0.25، بترجعوا للمشتقة، هي هالمشتقة هاي علمتلكوا اياها هون، بتعوضوا عدد بالمشتقة مرة اصغر من ناقص 25 من ناقص 0.25 وعدد اكبر من 0.25، بيطلع عندي الجواب زائد ناقص، معناها هاي 0.25 الدالة تصاعدية قبلها وبعدها الدالة تنازلية، معناها هي بتحقق ماكس. اوكي باب اسألني طب احسب اكبر طول ممكن لهي القطعة. احنا الدالة اللي بنيناها بتعبر عن الطول. الاكبر طول يتحقق عندما يكون الاكس يساوي ربع، لقينا بالبند السابق. معناها بروح بعوض بالدالة اللي بنيناها، بعوض بدل الاكس ربع. جذر الربع كم؟ نص. نص ناقص ربع طبعا ربع. اوكي هيك بنكون لقينا اكبر طول ممكن للقطعة AB. وهيك بنكون اخرى جربنا بالدرس تبعنا كمان سؤال اللي فيه دالتين. تنشوف بجوز هذا اخر سؤال بنقدر نلحقه لليوم. في عند النقطة A كمان سؤال بدنا ناخذ. النقطة A تقع في الربع الاول على الرسم البياني للدالة. الدالة اللي هي 10 ناقص جذر الاكس. وبحكي لي انه الاكس اكبر من صفر، يعني بالربع الاول اكبر من صفر. ينزلون من النقطة A عمودين على المحورين. نزلوا عمودين على المحورين. يقطعانهما في النقطتين B و C كما هو موصوف في الرسم. الـ A هي نقطة أصل المحاور. ما هي إحداثيات الـ A التي بالنسبة لها محيط المستطيل A B O C هو أصغر ما يمكن؟ أول شغلة بروح بعملها قرأت السؤال. حلو قرأت السؤال كل احترام، فهمته 100%. أنا بدي محيط المستطيل يكون أصغر ما يمكن. ثاني شغلة بروح طوالي بروح بعلم النقاط، بروح بعرفين بدلالة X. الـ O 0-0 معروفة. الـ B كيف بقدر أعرف الـ B؟ الـ B والـ A إلهن نفس الـ X، لكن الـ B موجودة على محور X، معناها قديش الـ Y تبعها؟ صفر. قديش طول الـ AB من الـ 0-0 للـ X 0-X؟ واخذ الاكسات لانه انا موجود على محور اكس. من طول الاي بي بما اني انا موازي لمحور واي فبتطلع على الوايات، يعني 10 ناقص جذر الاكس. انا برجع وبتذكر انه انا بدي محيط المستطيل. طب شو هو محيط المستطيل؟ مجموع اضلاعه. هذا طلع عندي طوله اكس وهذا طلع عندي قديه؟ 10 ناقص جذر الاكس. معناها شو المحيط؟ مرتين من الاكس ومرتين من العشرة ناقص جذر الاكس. ليه مرتين؟ لانه اذا هاي اكس هاي ايضا اكس، هاي 10 ناقص جذر الاكس وهاي كمان 10 ناقص جذر الاكس. عشان هيك مرتين من الاكس ومرتين من العشرة ناقص جذر الاكس. شو بنعمل هسه؟ 2x زائد 2 بعشرة 20. 2 بناقص جذر الاكس ناقص 2x. وهيك بنكون بنينا دالة الهدف تبعتنا اللي بتعبر عن محيط المستطيل A B O C بتلاقي الاكس اللي بيعطيني اصغر ما يمكن. فبدي اشتق. شو مشتقة 2x؟ 2. شو مشتقة العشرين؟ صفر. شو مشتقة اثنين جذر الاكس؟ برجع بذكركم
سي جذر الاكس مشتقتها سي على 2 جذر الاكس، يعني 2 على 2 جذر الاكس. طبعا في اختزال هون، بتقدروا 2 مع 2 بتختزل، يعني 1 على جذر الاكس. اصبح 2 اكس مشتقتها 2، ال 20 صفر فبكتبهاش، ناقص 2 جذر الاكس ناقص 1 على جذر الاكس، كيف لقيناها هون؟ وهيك من كل لقينا المشتقة، بنعمل المشتقة تساوي صفران. بننقل كل واحد إلى طرف، بننقل الواحد على جذر الإكس إلى الطرف الآخر، فبصبح عندي 2 يساوي 1 على جذر الإكس، أضرب ضرب تبادلي فبصير 2 جذر الإكس يساوي 1، اقسمه على 2 فبصير جذر الإكس يساوي نص. أوكي، اعملوا تربيع للطرفين، لما نقيم الجذر بنعمل تربيع حبايبي، اوكي؟ فبيطلع اكس يساوي ربع. كيف بنقدر نتاكد جوابنا صح ولا غلط؟ بنفحص عن طريق الجدول. اوكي، بنفحص عن طريق الجدول. مره بناخذ عدد اصغر من الربع، مره عدد اكبر من الربع. عدد اكبر من الربع مثلا الواحد، افتاج الواحد. 2 ناقص 1 على جذر الواحد، أخذت 1، أوكي؟ فأفتاج الواحد يساوي 2 ناقص 1، قد 2 ناقص 1؟ 1 طبعاً، والواحد موجب، لذلك لكل x أكبر من 0.25 المشتقة موجبة، وأي أن الدالة تصاعدية. عدد أصغر من 0.25 مثلاً 0.2، 0.1 اللي بدكم إياه. 2 على 1 على كمان مرة منعوض بالمشتقة، بيطلع الجواب سالب، أي أن الدالة تنازلية. إذا في عندي نقطة هون 0.25، قبلها الدالة نازلة وبعدها الدالة طالعة تصاعدية، فلذلك النقطة بالإكس يساوي 0.25 بتحقق عنا مينيموم. أوكي، مينيموم. طب إذا بده يعني ألاقي أصغر محيط ممكن، شو حكينا؟ شو كيف بنعمل؟ أصغر محيط ممكن لهذا المستطيل، شو حكينا؟ كيف ممكن نشتغل لما بدنا أصغر محيط ممكن؟ بنرجع للدالة الأصلية وبنعوض فيها بدل الإكس، بنعوض الإكس اللي حقق لي الأصغر ما يمكن، أي ربع. إذا منعوض بقف الإكس الربع، الإكس يساوي ربع، بيطلع الجواب 19.5. هون شغلة حسابات على الآخر حبايبي. هذا السؤال الخامس بده يضل معك وظيفة للبيت. أوكي، هون الواي هيك كاينة نازلة. هذا السؤال بضل معك للبيت، بدكم تعملوا تسلموا مساخة بتقدروا عبودات بايت. معطى الدالة قف الإكس ناقص نص إكس تربيع زائد 1، ومعطى المستقيم واي يساوي ناقص إكس زائد 2. بنفس الطريقة اللي حلينا فيها قابل، النقطة A تقع على المستقيم، النقطة B تقع على الرسم البياني للدالة لف الإكس، بحيث أن A B توازي المحور Y. نفس السؤال اللي قبل بس غيرنا أرقام هون، غير دوال، هذا شتاء 2016 حبايبي. بيقول لي ماذا يجب أن تكون إحداثيات الإكس للنقطة A A حتى يكون طول النقطة القطعة A B أصغر ما يمكن. إذا أول إشي بتعملوا بتروحوا بتحددوا هاي X ناقص X زائد 2، والبي إلها نفس الإكس اللي هي إكس بس وايها مختلف، ناقص نص إكس تربيع زائد 1. طول القطعة أي بي، شو بيطلع طول القطعة أي بي؟ فرق الوايات، الواي تبع النقطة A ناقص الواي تبع النقطة B. ليش؟ لأنه الأي أعلى من البي، يعني قيمة الواي تبعتها أكبر، فبيطلع عنا الدالة نص إكس تربيع ناقص إكس زائد 1. بعد ما طلعت عنا الدالة بدنا نشتقها، إذا بنشتقها بيطلع الإكس يساوي 1، هي عشان تجاوبوا وتفحصوا أجوبتكم، بتقدروا تعملوا مشتقة ثانية وبتكتشفوا إنها هي مينيموم أو حسب الجدول اللي بدكم إياه. لما بدنا نلاقي أصغر طول ممكن بتعوضوا بالدالة الأصلية، بتعوضوا الإكس يساوي 1، بس بتلاقوا وقتها الاكس يساوي 1 بتلاقوا بتعوضوه بالدالة الاصلي، بالدالة اللي احنا بنيناها اللي هي بتعبر عن الطول، وهيك بتقدروا تلاقوا اصغر طول ممكن للقطعة. وهذا كمان ممكن يكون معكم السؤال كمان وظيفة. وهيك بنكون احنا اليوم تعلمنا مسائل قصوى في
الدوال، شفنا عن طريق الجبرة كيف ممكن نحصل، كيف إذا النقطة K ممكن أن تكون متغيرة على الدالة، أي ممكن تعطينا ما لا نهاية من المحيطات، كل محيط ممكن يكون فيه له ما لا نهاية من المستطيلات، كل محيط فيه له، كل مستطيل فيه له محيط يختلف عن الآخر، وبهذا في لكل مستطيل في محيط مختلف. أنا بدور على المحيط الأصغر أو المحيط الأكبر، فلذلك أنا بروح بعمل المشتقة تساوي صفر لإيجاد الإكس اللي بحقق لي أكبر أو أصغر محيط ممكن. مع كل الحب التوفيق للجميع، معلمي هالة عالم محاجني، يعطيكم العافية.